الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في آخر باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، قال: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلا أبايعك. قال: فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. وهذا الحديث بطوله ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب العظيم، وهو باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، وهي قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة. وعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم متأخراً ولكن حسن إسلامه، وكان من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشجع الناس، وكان من المجاهدين في سبيل الله. فكان رضي الله عنه وأرضاه له من الصفات الحميدة، وكان له الذكاء والفطنة والرئاسة والتقدم في الناس رضي الله عنه وأرضاه. فلما حضرته الوفاة قال له ابنه، يعني عندما حول رأسه إلى الجدار وظل يبكي، قال له: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ يعني يذكره ببشائر الرسول صلى الله عليه وسلم له، لأن المسلم في حال الموت ينبغي له أن يحسن الظن بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالواجب على المسلم إذا جاءه المرض أو دنا قرب رحيله وأحس بذلك أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أنه يقبل على رب رحيم، على رب كريم. فلذلك عبد الله بن عمرو يقول لوالده: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ يذكره ببشائر الرسول صلى الله عليه وسلم له.
فقال عمرو رضي الله عنه وأرضاه، أقبل بوجهه على ابنه ثم ذكر له لماذا كان على هذه الحال، فذكر أنه مر على أطباق ثلاث، مر على أطباق ثلاث، فأما الطبق الأول والعهد الأول فقد كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبغضه بغضا شديدا ويتمنى لو أنه يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله. هذا هو العهد الأول الذي كان عليه عمرو بن العاص عندما كان كافرا، فقال ولو مت على هذا لكنت من أهل النار، وهنا جزم جزما أنه لو مات على ما كان عليه لكان من أهل النار. وهذا يستفاد منه أن من مات على الشرك فإنه من أهل النار قطعة، فهنا جزم بأنه لو مات على هذه الحال لكان من أهل النار. فهذا هو الطبق الأول والعهد الأول الذي كان عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه. أما العهد الثاني فإنه أسلم، وقد أسلم متأخرا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومد إليه حتى يبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده، قبض عمرو بن العاص رضي الله عنه يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تقبض يدك يا عمرو؟ فقال أردت أن أشترط، يعني يريد أن يدخل في الإسلام على الشرط. فقال يعني له النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الشرط؟ فقال أن يغفر لي. ماذا أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ أراد دنيا؟ أراد مالا؟ أراد المغفرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يعني هذه الأمور الثلاثة، الإسلام والهجرة والحج، يهدمون جميع الذنوب والمعاصي. فاشتراط عمرو بن العاص لا معنى له، لأنه إذا أسلم فإن ذنوبه كلها تمحى، فإن ذنوبه كلها تمحى. قال رضي الله عنه وأرضاه يعني في هذا العهد الذي كان وقت إسلامه ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. انظر كيف قلب الله القلوب. في الأمس كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا حتى تمنى لو أنه يدرك الرسول فيقتل الرسول، ثم بعد ذلك حول الله قلبه إلى الإسلام وشرح صدره للإيمان، فكان يجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أحب إليه من الرسول، حتى أنه لو قيل له صف رسول الله لم يستطع، لأنه لا يحد النظر إلى الرسول إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فهذا عمرو بن العاص كان من أشد الناس بغضا للرسول، ثم صار من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العهد الثاني. فماذا قال هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ قال ولو مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. انظر الفرق، في العهد الأول قال لو مت على تلك الحال يعني على الشرك لكنت من أهل النار جزما، بينما المؤمن لا يتكل على إيمانه ولا يغتر بنفسه وعمله، فقال لرجوت من الرجاء فقط ولا يلزم لنفسه بدخول الجنة ويزكيها، قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذا هو العهد الثاني. العهد الثالث هو الذي جعل عمرو بن العاص رضي الله عنه يبكي طويلا ويجعل وجهه إلى الجدار، هو العهد الثالث، وهو أنه ولي ما ولي من الإمارة في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان رضي الله عنه يعني عمرو بن العاص دخل في الشجار الذي كان بين الصحابة، فقد كان في صف معاوية ضد علي رضي الله عنه جميعا، فهذه الحال هي التي خشي منها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، لأنها فتنة حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتي يجب علينا فيها أن نسكت عما شجر بينهم، وأن نعلم أن كلهم مجتهدون، أن كل الصحابة مجتهدون، فمن أصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد،
ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولا إثم عليه. هذا هو حال الصحابة، لأن قتالهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن من أجل الدنيا، وإنما كان عن تأويل. فهذه الحال مع ما فيها من تأويل وما فيها من فتنة هي التي خشي فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه على نفسه، فجعل يبكي طويلا في مرض موته. فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. نهى رضي الله عنه أن تصحب جنازته نائحة، والنائحة سميت نائحة لأنها تخرج صوتا كنوح الحمام جزعا، وهذا لا يجوز من الكبائر وهو من أمور الجاهلية. قال: ولا نار، لأن هذا ليس من فعل المسلمين، ولا تصحبني نائحة ولا نار. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. ومعنى شنوا علي التراب شنا أي صبوه قليلا قليلا. قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. قال ذلك رضي الله عنه اجتهادا منه، قال ذلك اجتهادا منه. وإلا فإن الأصل إذا دفن الميت أنه يدعى له بالثبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله له ثبات فإنه الآن يسأل. أما الجلوس بهذا القدر بقدر نحر جزور حتى يقسم لحمها، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث أن الملائكة الذين يأتون ويسألون الميت في قبره أمر يعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه هذا الحديث وحديث آخر. فقال رضي الله عنه: أنظر ما أراجع به رسل ربي، أي الملائكة الذين يسألونه في قبره. فظن رضي الله عنه أنه بقدر جلوس أهلي حوله أنه يستأنس بهم حال سؤال الملكان له، ولكن كما ذكرنا هذا اجتهاد منه. وإلا فإن الأصل أن الإنسان إذا دفن الجنازة فإنه يسأل الله لها الثبات ويدعو له بالمغفرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا له الثبات فإنه الآن يسأل، وبعد ذلك ينصرف من المقبرة. فهذا الحديث سبب ذكر المصنف له في هذا الباب قول ابن عمرو بن العاص لأبيه عندما حضرت الوفاة: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. وهذا هو الذي ينبغي حال المرض وحال حضور الوفاة، أن الإنسان يبشر الإنسان بالخير، يبشره بالخير ويبشره أنه سيأتي على رب كريم رب رحيم وهكذا، ولا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهذا آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.